السنه دي بعتي السنه دي 4000 قطعه؟ لا احنا توتال 4000 قطعه. انت بقى لك قد ايه؟ احنا اكتر من 3 سنين. بعتي السنه دي قد ايه؟ كام قطعه بالظبط؟ حوالي 1000 ونص. وبكام مبلغ؟ كام مبلغ؟ 500000. مكسبك منهم 150000 تقريبا. تقريبا 150000. قولي لي بتصنعي فين؟ احنا كل المنتجات دي احنا اللي بنصنعها في مكان تصنيع عندنا صغير، والبيبي راب بنعملها اوت سورس في مصنع جنبنا قريب مننا. كنت في جروب لماميز التوأم وعندهم معاناه ازاي التوينز يناموا مع بعض عشان المامي تاخد لنفسها وقت شويه. فبعد كده بالسيرش كتير لقيت الديزاين ده، ان المامي هتقدر تخلي بيبي هنا وبيبي هنا، وده مسند ورا ظهرها عشان تكون مرتاحه ويقدروا ياخدوا البريست فيد بتاعهم ويناموا مع بعض. السبعة ونص مليون جنيه اللي انت بتعملي تارجت ده في السنه اللي هو السنه الجايه بالظبط هيبقى 20. السنه الجايه وانس ان احنا نبدا المصنع هيبقى الكاباسيتي بتاعتنا ان احنا نصنع 20000 قطعه. انت حاسه بالفلوس اللي هتجيلك هتقدري تعملي ايه؟ احنا مخصصين نسبه يعني كبيره للماركتنج بحيث ان احنا نقدر نعمل برينتريشن بسرعه، فممكن خلال 5-6 شهور نبدا ننتشر اكتر، لان اوريدي كده كده احنا عندنا البيز بتاعت كل البرودوس وعملنا الماركت فيت لكل البرودوس وعندنا ريفيوز لكل حاجه. بتصرفي كام في الميه اعلانات حاليا؟ بيبقى 10%، بس للفتره الجايه عشان ننتشر اكتر ونوصل للفول كاباسيتي هتزيد، هتبقى 20%. بجد انا شايف ان هي نجاح هايل والباشن نعيد كده تاني الاوفر بسرعه. 2 مليون اه، تاسيس المصنع تشغيله 3 شهور 15%. يا انا بنصحك نعم اجيلي المصنع. نعناي لا اقول لك نصيحه خاصه مع حضرتك. انت بعتي 1500 قطعه. اه 1500 قطعه ما يغطوش المصنع. لا ما يغطوش طبعا. فانت حلك الوحيد تزودي الماركتنج وتزودي الديزاينز وتزودي الكولكشن. تمام. اكتر ما تبني المصنع وتقعدي فيه. متهيألي الباشمهندس احمد قصده ان انت النهارده تقدري في اي مصنع تاخدي خط انتاج بدل ما تصرفي على المصنع نفسه، تطوير مصنع، وتاخدي الفلوس تعملي بيها تسويق بالظبط وتزودي المنتج بتاعك مخزن، ممكن تاخدي مخزن عشان تظبطي فيها حاجتك، تعملي فيها باكجينج. الحقيقه احنا عندنا عرض من جمعيه اسمها جمعيه ابناء السجينات، هم عاملين مدربين الامهات وعاملين المصنع بس مفيش شغل، فالعرض تعالي وصلنا مع بعض عرض ممتاز. يعني مصنع مش شغال وانت ما تجيش مصنع، فانتوا الاثنين بتكملوا بعض وتديهم بس الصناعه. وعلى فكره هدف هايل، وانت تركزي تبقي ماركتنج وديزاين كومباني، وتبقي بس عندك بروسيس ان انت تعرفي ان الكواليتي اللي هتطلع دايما تستلمي كواليتي كويسه. طبعا لازم يكون في كواليتي كنترول. شاركس شكلهم تتحمس. صعب، انا الابتسامه مش فارقه وشي من ساعه ما بداتي تتكلمي، لانك بقولك كل شويه عماله تقولي حاجات ليها دعوه بالبيربس بتاعك وان ازاي في كل حاجه من ورا فكر، عماله تبهريني في في في, في ازاي واخدين نيه وبتفكروا بعمق وبتساعدوا ناس along the way من اول ان الفكر نفسها. فيعني انا مبتسم، بس انا يعني المجال ده مش عارف ازاي ممكن اساعد فيه. هتنتج عنها اوفر ولا عايز تستنى شويه؟ طيب استنى شويه. 2 مليون ب 15% محمد عندك اوفر يا حمد؟ وتابع الاوفر. انا ممكن استنى برضه اشوف حضراتكم تقولوا ايه. انا بني انا بجد معجب وحياه تفرح، بس انا ام اوت. لا انا برضه يعني حلو جدا، بس مش قادره اعرف يعني ممكن اساعدك فيه ازاي. اقول لك ازاي. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.